بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخواتي الطالبات، إخواني الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما سنحاول إتمام باقي المحاور المتعلقة بمجموعة التنظيم الإداري. وقفنا عند في إطار الحديث عن تطبيقات التنظيم الإداري في المغرب، وفي إطار الحديث دائما عن النظام الإداري المركزي، قلنا أن هناك مجموعة من العناصر المكونة له، مجموعة من المؤسسات ومجموعة من الهيئات يعني التي تقوم أو تسهر على تدبير هذا التنظيم، حيث رأينا المؤسسة أو وقفنا عند المؤسسة الملكية بمختلف الهيئات التابعة لها، وأيضا المؤسسات الحكومة، ووقفنا عند أول مكون للحكومة ألا وهو رئيس الحكومة يعني بمختلف الاختصاصات المنوطة به. وقلنا بأن مختلف الهيئات هي هيئات فاعلة في إطار التنظيم الإداري المركزي، وذلك بالنظر إلى مختلف هذه الاختصاصات التي أنيطت بها وفق نص الدستور. بقي أن يعني نقف عند أو نتعرض للمصالح التابعة لرئيس الحكومة. فبالنظر للمهام الجسام الملقاة على عاتق رئيس الحكومة، فإنه يستعين بمجموعة من المصالح والهيئات على رأسها الديوان والأمانة العامة للحكومة. فبالنسبة للديوان، هو عبارة عن هيئة مصغرة من المساعدين يتم اختيارها مباشرة من طرف رئيس الحكومة، وتعمل أساسا على تقديم الرأي والمشورة له في تأدية مهامه السياسية والإدارية. أما مهام الديوان الوزاري فلها ثلاثة جوانب أساسية، فهو يقوم بتقديم الدعم المادي والتقني للاطلاع بمهامه، ويعتبر الوسيط السياسي والإداري بين هذا الأخير والمصالح الإدارية للوزراء والعالم الخارجي، ويقوم أيضا بدور التنسيق الضروري لدعم عمل الوزراء في الاتجاه الذي يتوافق مع الأهداف الحكومية أو للقيام بالأعمال والدراسات المطلوبة من قبل رئيس الحكومة. وقد حظي ديوان رئيس الحكومة باهتمام العديد من النصوص القانونية، كان آخرها الظهير الشريف الصادر في 10 أبريل 1995، والذي حدد عدد أعضاء ديوان الوزير في 8، مدير الديوان 6 مستشارين تقنيين وملحق للصحافة. بإضافة إلى ديوان رئيس الحكومة، نجد الأمانة العامة للحكومة، حيث أنشئت ونظمت بظهير شريف بتاريخ 10 دجنبر 1955، وأعيد تنظيمها بمرسوم 29 يناير 1985، الذي عوض هو الآخر بمرسوم في 19 ماي 2010، بعدما تم فصلها عن وزارة الشؤون الإدارية. وتتركز المهام الرئيسية للأمانة العامة للحكومة في إنجاز أعمال الدراسة والمراقبة وتتبع الأنشطة الإدارية للوزارات والتنسيق بينها، ويترأسها أمين عام للحكومة يسهر على تسييرها، ويقوم بدور بالغ الأهمية في تنظيم أعمال الحكومة، كما أنه يتطلع بمهمة التحضير للاجتماعات الحكومية في مجالس وزارية ومجالس للحكومة. وتتكون الأمانة العامة للحكومة تتكون من، بالإضافة إلى ديوان أمين العام للحكومة، من المصالح والأجهزة التالية. فهناك كتابة عامة يترأسها الكاتب العام، الذي يمارس تحت سلطة الأمين العام نفس الاختصاصات المسندة للكتاب العامين للوزارات. مفتشية العامة المصالح الإدارية، وتطلع بأعمال التفتيش التي يطلبها رؤساء الإدارة المعنيون بالأمر وإنجاز تقارير عنها. المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية، وتعمل على تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد وصياغة مشاريع القوانين، كما تسار على تنفيذ السياسة الحكومية في مجال تدوين النصوص التشريعية والتنظيمية ومراجعتها. عندنا أيضا مديرية المطبعة الرسمية، تعنى بطبع ونشر الجريدة الرسمية المملكة وتنفيذ أعمال الطبع لحساب الإدارة العمومية. مديرية الجمعيات الخاصة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات. مديرية المهن المنظمة والهيئة المهنية. مديرية الشؤون المالية والإدارية. إذن
هذا فيما يتعلق بالهيئات التابعه يعني رئيس الحكومه. قلنا بان الحكومه تتكون من رئيس الحكومه ومن الوزراء، اذا يجب ان نقف ايضا عند هذا المكون الرئيسي للحكومه نظرا لقيمته واهميته في تدبير الشان العام. الوزراء، تتالف الحكومه بموجب الفصل 87 من الدستور من رئيس الحكومه ومن الوزراء، ويمكن ان تضم ايضا كتابا الدوله، لكن دأبت العادة في الحكومات التي تعاقبت على السلطة على وجود مناصب أخرى كمنصب وزير دولة ووزير منتدب لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء. لذلك يتوجب علينا أن نقف عند كل يعني وزير على حدة لنتعرف على طبيعة منصبه وطبيعة الاختصاصات المنوطة به. وزير الدولة، يحتل وزير الدولة مرتبة أسمى من الوزير العادي من حيث الأسبقية في البروتوكول ومن الناحية السياسية والأدبية، ويمكن أن تسند إليه وزارة معينة، فيتوفر على نفس المصالح والمساعدين الذين يتوفر عليهم الوزير، ويمكن أيضا أن يستعين بكاتب دولة وقد لا تسند إليه أي وزارة، فيكون بذلك وزير دولة بدون وزارة، وإن كان من الجائز أن يكلف بمهمة محددة ويعامل كأعضاء الحكومة ويسري عليه ما يسري على باقي الوزراء والتحدث باسم الحكومة ويتحمل المسؤولية السياسية والجنائية عن أعماله. وغالبا ما يفرض هذا النوع من الوزراء ظروف الحرب والأزمات، وقد تفرضه ظروف سياسية كشخص ذي مكانة سامية أو كفاءة عالية للاستفادة من نفوذه أو كفاءته في الحكومة. ثانيا، بالإضافة إلى وزير الدولة نجد الوزير التقني أو الفني، هو الوزير العادي الذي نعرفه منصب تقليدي داخل الحكومة يجمع صاحبه بين الدورين السياسي والإداري، يعين من قبل الملك باقتراح من رئيس الحكومة، يعتبر عضوا في هذه الأخيرة ويشارك بهذه الصفة في رسم سياستها العامة، ويتحمل معها بصورة جماعية تبعات سياسية لاختياراتها، وتناط به من ناحية ثانية مهمة الإشراف الفعلي على قطاع أو مرفق مزاري معين، كما يعتبر المسؤول الإداري الأعلى داخله والمسؤول المباشر عن تنفيذ السياسة الحكومية بالنسبة للقطاع المعني. فهناك وزارة متعددة، وزارة الثقافة، وزارة الفلاحة، وهناك على رأس وزارة الداخلية، وزارة الخارجية إلى غير ذلك، وكل وزارة نجد على رأسها وزيرا وما يسمى بالوزير التقني أو الفني. نجد أيضا الوزير المنتدب أو وزراء منتدب، تحيل هذه التسمية على نوع من التخصص في ممارسة بعض المهام الوزارية، ويوجد في منزلة وسط بين منصب الوزير وكاتب الدولة، وهو لا يشكل وزارة قائمة بذاتها، بل يظل وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة أو لدى أحد الوزراء، ومهمته تقترب من مهمة وزير بل تكاد تختلط معها في كثير من الوجوه، إلا أن مهمته لها طابع تخصص في مجال معين كإدارة الدفاع الوطني، الشؤون الاقتصادية والعامة، الجالية المقيمة بالخارج أو بالوظيفة العامة وتحديد الإدارة. ويسأل الوزير المنتدب عن أعمال وزارته ومرؤوسه سياسيا وجنائيا، أما بالنسبة لقراراته الإدارية تخضع للرقابة القضائية بدعوة إلها أو دعوة التعويض أو هما معا. وكقاعدة عامة، فإن الوزير بغض النظر عن الصفة التي يحملها موكول إليه باعتبار المسؤول عن وزارته، وإما تعيين موظف تابع لإدارته يمارس سلطة إصدار التعليمات والتوجيهات والإرشادات باعتباره سلطة عليا في الجهاز الموكول إليه، حيث يملك تبعا لذلك سلطة تنظيمية وذلك في نطاق قانوني معين، كما يتوفر على سلطة تدبير شؤون جميع الأنشطة المعهود بها إلى إدارته وذلك بمقتضى قرارات وزارية. ويمكن للوزراء المنتدبين تلقي تفويضات في الاختصاص أو الإمضاء أو التوقيع بالعطف على النصوص التي يصدرها رئيس الحكومة، ويتم ذلك التفويض بقرارات وزارية يؤشر عليها رئيس الحكومة. نجد أيضا داخل الحكومة كاتب الدولة، وهو لا يختلف في خصوصياته العامة عن منصب الوزير المنتدب من حيث التخصص والتبعية، سواء لرئيس الحكومة أو للوزراء، إلا أن أهم دور له يتمثل في دور المساعدة والمؤازرة للوزير المعني في ممارسة مهمه، وذلك بناء على التفويض الذي يتلقاه من هذا الأخير، والذي يمكن أن يكون تفويضا عاما للسلطة
أو التوقيع، وبالنتيجة فكتاب الدولة يمارسون مهامهم بتفويض من الوزراء وتحت سلطتهم، الأمر الذي يتطلب وجود انسجام مبدئي بين ممارسي هذين المنصبين. إذن هذه هي مختلف مكونات الحكومة، يعني من رئيس للحكومة ومن وزراء، ويبقى أن نتحدث عن المصالح التي تستعين بها الوزارات للقيام بمختلف مهامها، وهذا سيكون موضوع الفقرة الثانية من هذا المحور. فلا تكتفي الإدارة المركزية بالقيام بأنشطتها فقط عن طريق مختلف الوزارات، بل تستعين لممارسة اختصاصاتها بمجموعة من المصالح، منها ما يتسم الطابع السياسي كديم الوزير، منها ما له طبيعة إدارية كالمصالح المركزية ممثلة في القطاعات الوزارية، والمصالح اللامماركزة لها في إطار لا تمركز الإداري، دون أن ننسى الدور الكبير المناط برجال السلطة. أولا ديوان الوزير، يشمل هذا الديوان مجموعة من المساعدين الذين يختارهم الوزير تبعا لثقته الشخصية فيهم وكذلك كفاءتهم على وجه الخصوص، كما أن مهمتهم تنتهي بتغيير الوزير الذي تولى تعيينه، ويكون عددهم محدودا لا يتجاوز 7 أشخاص بالنسبة للوزراء، هم رئيس الديوان، 5 مستشارين منهم 3 مستشارين تقنيين، مستشار قانوني ومستشار في الشؤون البرلمانية ومستشار في الاتصال، ورئيس الكتابة الخاصة. أما بالنسبة لكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة فيبلغ عدد أعضاء دوامينهم 3، يتم تعيينهم بنفس الطريقة لشغل وظائف رئيس الديوان ومستشارين تقنيين 2. لابد من الإشارة إلى أن الديوان يقوم بمهمة مزدوجة، إحداها متعلقة بالاتصالات المختلفة مع مصالح الوزارة والأشخاص الخارجين عنها مثل المستفيدين من نشاط الوزارة كجمعيات والصحافة والبرلمان أو الأجهزة الإدارية الأخرى. أما المهمة الأخرى فتتجلى في دراسة المسائل السياسية والتقنية التي يعهد بها للوزير. ماذا يعني المصالح المركزية التابعة للوزارة؟ حينما نقول المصالح المركزية مختلف المصالح والهيئات التي تساعد يعني الحكومة في القيام بمهامها وتوجد على مستوى الحكومي على مستوى كل وزارة. تتكون هذه المصالح المركزية من كتابة عامة، مفتشية عامة، مديريات مركزية، أقسام، مصالح، وتحت الكتابة العامة المرتبة الإدارية العليا في مختلف الوزارات، ويتولى إشراف عليها الكاتب العام، ويتولى تدبير شؤون الوزارة بغض النظر عن تعاقب الوزراء، لذلك فهو يضمن نوعا من الاستمرارية التي يقتضيها العمل الإداري. ويعمل الكاتب العام على تنسيق أعمال مختلف المصالح حتى يحقق بذلك الانسجام فيما بينها وتوجيه نشاطها في دائرة الخطة العامة التي ترسمها الوزارة. بالإضافة إلى الكتابة العامة توجد أجهزة إدارية أخرى تتخذ تفريعات متعددة بحسب المهام الموكولة إليها، وذلك على مستوى المفتشية العامة للوزارة وعلى مستوى المديريات التي تؤلف الهيكل الرئيسي لأغلبية الوزارات، غير أن بعض الأقسام أو المصالح تتمتع أحياناً بنفس المكان التي تحتلها المديريات، كما أن الخلية الأساسية التي ينجز العمل في إطارها هي المكتب. إذن هذه هي مختلف يعني المكونات الإدارة المركزية. ففي تعريفنا يعني التنظيم الإداري المركزي قلنا بأنه تنظيم يقوم على أساس تجميع مختلف يعني الأنشطة الإدارية وجميع مظاهر النشاط الإداري بيد السلطة المركزية في العاصمة، لكن يعني لا يمكن للوزارات أو للحكومة أن تقوم بمفردها بمختلف أو لمفردها بمختلف الاختصاصات نظرا لكثرة هذه الاختصاصات ونظرا لتنوعها وبالنظر إلى تزايد حاجيات المواطنين واتساع رقعة البلاد. لذلك كان من الضروري أن يوجد بجانب الإدارة المركزية إدارة أخرى وهي إدارة لا ممركزة تساعد الحكومة في القيام بمهامها، فنتحدث حين ذلك عن ممثلي السلطة المركزية في الأقاليم. هذا ممثلي السلطة المركزية بما يقومون به من مهام واختصاصات تابعة للإدارة المركزية يصطلح عليهم بالتنظيم الإداري اللاممركز، وهذا سوف يحيلنا للحديث عن نقطة أخرى وعن محور آخر في الحصة المقبلة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.